السلام عليكم خوتي اخواتاتي، اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي هي عباره على بسبوسه في المقلات. اول حاجه غادي نقول لكم المقادير اللي كتهز هذه البسبوسه. عندنا هنايا كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، جوج كيسان، انا راني عبرت غير كاس واحد وعندي مازال هنايا غادي نزيد كاس اخر، وبيضه، وعندنا معلقه ديال كوكو كبيره، وعندنا ثلاثه د المعالق ديال السكر، وعندنا واحد المنكهه ديال فانيلا، وإلا ما بغيتوش ديروها تقدروا ديروا القشور ديال الليمون ديال الحامض، وعندنا واحد القابسه ديال خماره ديال الحلويات بحجم 15 غرام. اول حاجه غادي نديروها نبداو على بركه الله. قبل ما نبداو بهاد المقادير خاص تكون عندنا مقله وجدناها، دهناها بالزبده ودرنا فيها هنايا هاد الورق ديال الزبده كما كتشوفوا، واللي ما عندوش ماشي مشكل، خاص غير تكون عنده المقله ما كتلصقش وكان دهنوها مزيان بالزبده. نبداو على بركه الله. المهم غادي نهرسوا هنايا هاد البيضه ونضيف عليها السكر ونخلطوها مزيان، ومن بعد نضيفو كاس ديال الزيت. المهم غادي نقرب لكم هنا باش تشوفوا مزيان معايا كيفاش ندير نخلط هذه صافي هاد المقادير هادو. نتمنى انكم تكونوا كتشوفوا مزيان هاد الشيء هذا. من بعد غادي نضيف كاس ديال الحليب حتى هو، ونضيف هاد المعلقه ديال كوكو، ونولي نضيف هاد الساشي ديال السكر ديال المونستيم، واللي ما عندوش بغا يدير الحامض فيكتفي غير بالقشور ديال الحامض راه كافي. نخلط هاد المكونات مزيان مزيان مع بعضها، ومن بعد نزيد هاد الكاس ديال السميده الاول، ونزيد مباشره الكاس الثاني. هنا انا عبرت بهاد الكؤوس، ولكن نتوما الا بغيتو عبروا بالكاس ديال العنبه، حيت الكاس تاع العنبه موجود في كاع البيوت وهكا يجيكم كلشي مضبوط. وبالنسبه للساشي ديال الخماره، اللي عنده هاد الخماره اللي فيها 15 غرام يستعملها، واللي ما عندوش يستعمل الساشيات ديال الخماره الحمراء اللي كنعرفوها كاملين اللي كاينه عندنا في البلاد اللي فيهم 7 غرام، زوج راهم كافيين. من بعد كنخلطوا هادشي مزيان هكا، نخلطوا كما كتشوفوا، مباشرة كنجيبو المقلاة ديالنا اللي دهناها بالزبدة ودرنا فيها الورق ديال الزبدة. هذا ماشي ضروري كما قلت لكم، اللي عنده يدير واللي ما عندوش يكتفي غير انه يديرها يديرها الزبدة ويرشها بشوية تاع السميد، هكا كيجي القوام ديالها، كتجي منفوخة وهشيشة وزوينة. هذا هو القوام ديالها، وكنكبوها بسم الله على بركة الله، كنكبوها هكا ومباشرة ما كنسناوها لا تخمر لا تطلع لا حتى شي حاجة، كنشعلو البوطة ديالنا وكنديروها على نهار مهيلة، على نار عفوا مهيلة 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 بزاف بزاف بزاف، وكنخليوها من 10 دقائق حتى 15 دقيقة. منين كنحطوها بحال هكا فوق النار
كنجيبو شي مغطى وكنغطيوها وكنخليوها من 10 دقائق حتى 15 دقيقه. من بعد كنقلبوها وكنخليوها حتى تحمر، وان شاء الله انا غنوريكم الشكل النهائي ديالها من بعد ما طيب. راه كنخدم وكنقولها يا خلعه طلقي مني وما بغاش تطلق مني هذا النهار بصراحه. المهم على بركه الله انا غادي نوجد هذا الشيء ونسقي البسبوسه ديالي ونديرها في طبق تقديم ونوريكم ان شاء الله الشكل النهائي ديالها وكي كتجي. مهم اخواتاتي هذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه ديالنا، نتمنى انكم كتشوفوها مزيان. شوفوا كيف كتجي هشيشه وطالعه وزوينه. من بعد ما طابت لينا سقيتها وخليتها بردت شويه، ودابا غادي نزينها. التزيين على حساب كل وحده شنو عندها، ماشي ضروري دير هذا الشيء اللي درت انايا. بالنسبه لي انا غادي نزينها بطريقه هكا عشوائيه، غادي ندير هكا شويه ديال الكوكو. مهم خطوطه هكا وصافي، ماشي شي حاجه. كما قلت لكم كل وحده تزين بالطريقه اللي هي بغات، ماشي ضروري دير هذه الطريقه اللي درت انايا. تقدر دير لها غير كوكو، تقدر تخليها هكا، تقدر. المهم كل وحده دير الطريقه اللي هي بغات التزيين، كل وحده عندها الاختيار وكل وحده دير هذاك الشيء اللي عندها في دارها. مهم غير قبلوا عليا وسمحوا لي، راني رونتها واحد شويه مسكينه تكرفس عليها بحال هكا. وغادي نجيب هذا البيستاج وغادي ندير شويه هنا شويه هنا شويه هنا. صافي كنظن بركه عليها. المهم انايا زينتها بهذه الطريقه هذه، وانتم تقدروا تزينوها باي طريقه بغيتوا. هذا هو الشكل النهائي ديالها، وغادي نقطع واحد الطروسو معكم باش تشوفوها كي كتجي. بسم الله كتجي غزاله صراحه ديال الله. انايا جربتها وعاود جربتها وماشي اول مره كنديرها. ها كي كتجي خواتاتي كتجي هائله. ها انتم تشوفوا شفتوا كتجي غزاله، وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وديروا لي في التعليق كي خرجت لكم. ونتمنى تشاركوا معايا في القناه ديالي وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد. وقبلوا عليا في هذه الوصفه كما قلت لكم راها شداني الخلعه حيت اول مره كنصور شي حاجه بالصحه والراحه. الى وصفه قادمه ولا ما عرفتش فيديو القادم اش غادي يكون فيه. المهم انتظروا الجديد ان شاء الله. مع السلامه.